ثقيف. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والقصة طويلة، وأنا أدعو بالمناسبة إن قصة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل أبعادها ومعانيها تبقى جزء من المقررات، مقررات أنا أعرف البضع والمقررات لطلاب ندي. والله أنا طالت المدة، أنا قريتها كنت حافظ كل الحاجة. وبعدين الدعاء العجيب بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخره. يعني الدعاء حزين، أي مسلم مفروض يكون حافظه، يعني فيه رقة وفيه حنين وفيه توحيد وفيه خضوع لله سبحانه وتعالى. يعني القصة دي والله مفروض أي بيت سوداني يكون يحكيها. والله أنا ما إنه قاعد أحكيها يعني كده في المجلس ده، والله الناس دي للمجموعة دي انفجرت بالبكاء. يعني أنا كنت حافظها في أصلها، يعني أنا حسي بقولها من ذاكرة الحكي العام بدون تجويد. يعني الناس ديل بكوا بكاء مر حتى أبكوني معهم، يعني زرفنا الدمع وشعرنا بطآلتنا وشعرنا بتقصيرنا أمام هذا الدين. وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم حسي زول لو يشتم الإسلام وغير صالح للدعوة ولا يشبه العصر الحديث، وأي زول يجي يقول أدبه. نحن 45 مليون مسلم، يطلعوا مجموعة من العلمانيين والشيوعيين والشعوبيين والملاحدة يشتموا ديننا ويشتموا إلهنا ويشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا ما نافع الإسلام، ما نافع. ناس الحلو قاعدين في الكراكير بتاعتهم ديل يقولوا انه الاسلام ده يشطبوه والجمعه تشطب يوم الاربعاء، ويجوا ناس هنا ده من الخونه يسافروا من قلب السودان يدعوه. حسي لجان المقاومه دي يومت الافتتاح بتاعت الشيوعين دي، الافتتاح بتاعتهم قالوا نحيي المناضل الحلو من قلب الخرطوم. الخرطوم دي بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، دي أرض الخرطوم، دي أرض الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بالعقيدة بس، ب 45 مليون مسلم، بالديمقراطية، بالأكثرية. يمكن في زول يقول لي يا أخي يعني شنو صلاة الجمعة دي الليلة؟ أنا والله كل القصة دي انتبهت لها لحاجة واحدة، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأهل ثقيف امسكوا عني ولا تحدثوا قريش، ما تكلموا بالحصل علي ده، يتحمل أي حاجة، خلاص تجاوزكم وشتيمتكم وضربكم وصبيانكم وأرازلكم وعبيدكم وكذا، العمل كل القصة دي محتملة، ولكن امسكوا علي بس خوف الشماتة. أنا والله بس تذكرت القصة دي لحاجة واحدة يا جماعة، إنه يومتها لما حصلت المقتلة والمجزرة والتوحش الذي حدث في النيل الأزرق ومجموعة السودانيين يقتلون بعضهم البعض بهذه البشاعة، ها، والحريق، قتل الأطفال والنساء، والله قلت يا ريت يا ريت الإعلام الداخلي والخارجي والفيسبوك واليوتيوب والوسائط الحديثة دي وكده والواتساب، يا ريت تمسك ولا تخبر العالم. نحن والله ما بنستحق ده، والله خوف الشماتة. أنا الحاجة الوحيدة تحركت فيني وكده غير الحزن والبكاء والشعور بالدونية أمام الإنسانية للمجازر التي حدثت في النيل الأزرق، والله خوف الشماتة، إنه الأعراب والأفارقة والعالم تأتيهم هذه الصورة البشعة. نحن ما كده يا جماعة، نحن ما قاعدين نعمل كده. على الأقل الوسط اللي عشنا فيه ده،
الوسط بتاع الشمال والشمالية ونهر النيل والخرطوم اللي عملناه كلها مع بعض، والجزيرة والنيل الأبيض وكثير وكردفان ودارفور. الإسلام ده الممتد، إحنا ما بنعمل كده، إحنا ما بنشبه ده. والله أنا الإحساس الجاني ذات إحساس المصطفى صلى الله عليه وسلم، امسكوا عنا خوف الشماتة. والله أنا خفت إنه هذا العالم يشمت علينا. تخيلوا هذه الصورة البشعة التي قدمناها عن بلادنا. تفتكروا اللي تداولت كل وكالات الأنباء والصور في كل أنحاء، بكل اللغات، بكل الأجناس، بكل الأعيون، تفتكروا دي بتطلع من الخاطر؟ تفتكر هذه الحملة التي تدور لتقبيح هذا الوطن الجميل وتبشيعه؟ بالله ما زي موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، يمسكوا عني ما بس الشماتة. حسن إحنا كل الانتصار فضل شنو يا معنا في السودان؟ يعني فضل شنو هذا القتل البشع؟ يعني الذي حدث في النيل الأزرق هذا أمر ما قبل الإنسانية، قبل الإنسانية. خليه الدين والقيم والمنظومة وكده، هذه من قبل الإنسانية، قبل الإنسانية. يعني إحنا الآن المنظومة الأخلاقية بتاعتنا انهارت تماما، انهارت تماما، ما فضل لنا غايته. أنا حس عندي إحساس إنه يا أهل السودان حافظوا عليكم الله، حافظوا على الوسط ده. مش منطقة، دي منطقة بتاعت لجوء حضاري. أنا بتكلم عن قبلية، بتكلم عن اتساع جغرافي. السودان ده الشمال ونهر النيل والخرطوم ومدرمان والجزيرة والنيل الأبيض، ها يا جماعة حافظوا على المناطق دي، مش لأن أنا مولود فيها، لأن كلنا عملناه مع بعض، وأعظم ما عملناه فيها هذا الاعتدال، الحنية دي إحنا ما شفناه. إحنا لما نشاكل زول بنمشي البوليس، لكن ما بنقتله. ولذلك حس إن إحنا بقينا نخاف، مش بنخاف على أنفسنا ومنطقتنا، نخاف على السودان، لأنه ده المعهد الوحيد المؤهل ها يعلم الناس الوداد والاعتدال واحترام الآخر للآخر، واحترام الإنسان لأخيه الإنسان، خليه احترام المسلم لأخيه المسلم. عشان كده حس عدي إحنا خفنا لما جوت لما القصة بتاعت اغتصاب النسوان وقتل الأولاد ويقتل لك زول عشان موبايل، وزول يسلب البيت في الشارع وكده، وين قشاشين الدموع ومدرجين العاطلة؟ نحن بقينا خايفين على الوسط، مش لأنه ده بلدنا، خايفين لأنه ده الملجأ الوحيد لأهل السودان. لما نيجوا الناس من الأطراف هنا في الوسط بينوموا لغاية الصباح، ما بيشعروا بهلع ولا خوف، ولا في زول بيسلب زول. ولذلك أنا والله حسيت بالإحساس بتاع الشماتة ده. هذه يعني ما بنستحق ده. وأنا بعرف الشيطان نبيك كبير جدا. أنا بعرف قبائل، أنا بعرف قبائل النيل الأزرق دي، بعرف ناس كتار جدا، بعرف الهوسة وبعرف الهمج وبعرف الرقاريق وبعرف العنج وبعرف كل المجموعات دي، أنا بعرفهم اللي انقسنا. دي الناس مسالمين، اللي حصل شنو؟ بعدين يا جمال الأرض دي في كل الدنيا، الأرض دي في كل الدنيا. يعني أنا أقول واحدة من الأمثلة، أنا لو مشيت دارفور دي، هي الأرض دي شنو؟ الأرض دي يا إحساس بأنه دي أرضك، ده السودان حقك، يا قطعة أرض تسكن فيها يا تستثمر فيها. أنا داير أقول حسي أنا لو مشيت المناطق بتاعت النيل الأزرق دي، سوداني أخلصه أجنبي، في قوانين بتاعت أرض، اشتريت قطعة أرض بنيت فيها بيتي
وبقانون الاستثمار قمت عملت لي قطعة عن النيل الأزرق، عملتها مزرعة بتاعت موز واستثمرت فيها. الجريمة شنو في القصة دي؟ إنه يجي هوساوي ولا يجي بيجاوي ولا يجي جعلي ولا يجي فوراوي وكده. ونفس المثال ده لو مشوا، لو مشينا في جبل مرة اشتريت لي مزرعة وبنيت لي بيت في الفاشل وكده، المشكلة شنو يعني؟ ما هو ده عزيز كافوري جه هنا ده ما عنده علاقة لا دم لا دين بالبلد، واشترى الأراضي دي كلها محمية بالقانون الدولي بتاع الأراضي، اشترى وباع للناس وقبض مش 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 بالقروش السودانية، بالدولارات. باع كافوري دي كلها بملايين الدولارات. سألوا منه؟ محمي بالقانون العالمي الإنساني. بعدين يعني شنو ال يعني أنا يعني أنا حس أفرض مشيت دارفور، مشيت دارفور الأرض دي هاجي أقول لهم دي بتاعت أشراف الشرفة يعني، ولا أقول لهم دي العرب اللحويين بتاعيننا دي أرض ما بيجي دي أرض الفور تاريخيا أرض الفور. أنا ما عندي مصلحة إنه أدعي ادعاءات إنها غير ذلك. ولذلك حس أنا لما كان الفريق حمايتي في دارفور قلت له يا اخي اعمل لك ما قصه المصالحات يعني المصالحات اللي بنعملها دي قبال الورق تمضي تدور الحروبات. قلت يا اخي اعمل لك مؤتمر للارض ورينا نحن ديك سودانيين، ورينا المساليط رضون وين، دق الحجار دي قول والله دي ودي أرض الرزيقات ودي أرض المساليد ودي أرض الزيادية ودي أرض الفور ودي أرض الفلاتة وحددها، أعملوا مؤتمر. وبعدين أولاد المثقفين بتاعي من دارفور ديل والنيل الأزرق قاعدين يسوي شنو؟ ما تمشوا لأهلكم، أمشوا لأهلكم أعملوا لكم ثورة ثقافية تتمخض منها قوانين. يا أخي نحن فترنا، يا أخي فترنا نفسيا من المقاتل والمجازر دي. اي حاجه مفروض تتحدد، اي حاجه تتحدد. الارض العامه بتاعت السودانيين، الارض الخاصه في قوانين بتحكم القصه دي، قوانين عالميه، قوانين دوليه بالامم المتحده، بالقيم، بالدين، بالمسائل القبليه. اكتبوا الكلام ده، لكن العقليه السودانيه الكسوله علوق الشده، اي حاجه ما بتتعامل بطريقه صحيحه، كل حاجة تتكلفة تقول لك فلان مشى جاب القبائل وقعوا وضبحوا لهم خروف وكلوت. يا أخي أقعد أعمل القصة دي دايرة لها توثيق، دايرة لها زور حريسة. يا أخي الأطفال ماتوا والهنا بعلوق الشدة ده في أي حاجة، في أي حاجة. نحن الحاجات مؤجلة، أي حاجة مؤجلة، أي حاجة بنفتكرها كلام وسلام. أقعد أعمل لكم قوانين عشان نقدر نلوم الناس. بعدين أنت تجي تقول والله ده جايين من غرب أفريقيا يا أخي، ما هنا أنتوا قاعدين في أمريكا، ما قاعدين في أمريكا السودانيين، أنتوا قاعدين في أمريكا المعارضين ديل وغيرهم الإسلاميين والشيوعيين والكذا، ما قاعدين في أمريكا. التجربة الإنسانية الأمريكية دي ما بديكم الجرين كارد تبقى مواطنين. في زول بيسألكم يقول لكم انتوا هوساوي ولا انت بيجاوي ولا انت حلاوي ولا انت جعلي ولا انت، يا اخي ده العالم المتحضر. انتوا عندكم حضاره وعندكم دين، المنظومه القيميه بتاعتكم دي مشت وين؟ بعدين يا اخي نحن انا اكتشفت انه نحن بنكره بعضنا بعض بطريقه بشعه. احنا الحسي دي بيجننيننا اتفاقيه جوبا للسلام.